كلمنا المرة اللي فاتت انه قد يحدث انه اختبار الحمل يطلع ايجابي والسيدة مش حامل، وقد يطلع ايجابي مع رجل يستخدمه انه المفروض ما يستخدموش، قد يكون دلالة على وجود سرطان في الخصية. ده موضوع في حد ذاته غريب وضحناه للناس. نوضح المرة دي موضوع تاني برضو ربما ما يجيش في بال حد، هو منشور في موقع الجزيرة النت على انه كثرة المعاشرات الزوجية بتقي من سرطان البروستاتا، وده موضوع ما كانش حد يتوقعه. في دراسة اتعملت وهنقول الدراسة دي قالت ايه. بيمثل سرطان البروستاتا تهديدا لصحة الرجل، فيما تشير معطيات ودراسات علمية ان المعاشرة الزوجية او الجماع قد تلعب دورا في وقاية الرجل من هذا المرض، منها دراسة امريكية اتنشرت في عام 2016 شملت قرابة 32,000 رجل. طالما اتعملت على عدد كبير من الرجال ده بيثبت الى حد كبير صحة هذه الدراسة. واظهرت الدراسة الامريكية ان الايجاكيوليشن او القذف قد يحد من خطر اصابة الرجال بسرطان بروستاتا، وتوصلت لان الرجال الذين يقذفون 21 مرة على الاقل شهريا في العشرينيات من عمرهم، في شبابهم بتبقى عدد المرات اكتر، بيكونوا اقل عرضة للاصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 19% مقارنة بمن يقذفون 7 مرات على الاكثر في الشهر. وقد يكون ده علامة على او دلالة على انه في السن الكبير بعد سن 60 بتكون فرصة ظهوره اكتر، بس طبعا هو في عوامل تانية ما هواش ده بس. وتتبع الباحثون نحو 32,000 رجل بداية من عام 1992 عندما كانوا في العشرينيات من أعمارهم وحتى عام 2010، وخلال هذه الفترة أصيب قرابة 4,000 منهم بسرطان البروستاتا. وقالت كبيرة الباحثين بالدراسة جينيفر رايدر إن معدل القذف يعتبر إلى حد ما مؤشر على الحالة الصحية العامة، حيث يكون ما يقذفون في الحد الأدنى من 0 إلى 3 مرات شهريا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل طبية ويتوفون مبكرا لأسباب بخلاف سرطان البروستاتا. وبتعمل رايدر في كلية هارفارد تي اتش تشين للصحة العامة في ولاية بوسطن، وأضافت بالبريد الإلكتروني إنه بيجب تأكيد نتائجنا في دراسات تقيم الآليات البيولوجية المحتملة التي تكمن وراء هذه السلطة الملحوظة، لكن نتائج دراساتنا بتشير إلى أن قذف النشاط الجنسي الآمن أثناء فترة البلوغ قد يمثلان استراتيجية مفيدة للحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، أفضل من إنه نتسبب في احتقان للبروستاتا. وقال الباحثون في الدورية الأوروبية لعلم أمراض المسالك البولية أن سرطان البروستاتا بيمثل 15% من إجمالي الإصابات الجديدة بالسرطان في العالم، وهو من السرطانات اللي هي مثيرة للجدل وهنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. مع السلامة.